يمكن المذيع في حالتي اللي هو انا يعني في اكتر من محاوره مقابله احاديث شخصيه بعيده عن الهواء بعيده عن البرلمان مع معارضه كانت او موالاه، فكنت دائما اتحدث عن مرونه التوجهات من الجانبين معارضه وموالاه، لكني مش في المطبخ، استاذ عماد هو اللي في المطبخ. الى اي مدى تشوف ان في مرونه متبادله من الجانبين على الاقل حتى هذه اللحظه عشان نقدر نستشرف في مستقبل هذه المرونه ثم التوافق يا رب خلال الجلسات واللي هتبدا يوم الاحد؟ باعتباري حضرت تقريبا كل الجلسات ال 24 وحضرت العديد من المداولات والجلسات غير الرسميه، استطيع ان اقول لك بيقين ثابت لو أن التوافق الذي حدث داخل مجلس الأمناء بين القوى المختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بالوسط فسوف ينجح الحوار بنسبة كبيرة جدا. هذه نقطة، لأنه مجلس الأمناء كما تعلم أخي يوسف هو خليط من أطياف سياسية مختلفة، صحيح، فيه ناس قريبة من الموالاة، ناس قريبة جدا من المعارضة، وما بينهما من وسطيين أو خبراء إذا جاز التعبير. كان البداية في الحوارات قبل حوالي سنة لما أول اجتماع حصل كان في أول سبعة كان في تشكك وتربص وما فيش لغة سياسية موحدة ولا تفاهم. بعد آخر اجتماع كان الجميع بيتكلم بقلب رجل واحد بمنطقة احنا عايزين ننجح كمجلس أمناء، احنا بذلنا جهد كبير ووقت ومجهود وتطوعا كله ده بالمناسبة عشان نعمل حاجة، وانعكس ده فرحنا جدا كمجلس أمناء ان الصوره اللي شافها الناس في الجلسه الافتتاحيه في قاعه نفرتيتي في ارض المعارض مدينه نصر كانت حاجه مشرفه، صح، حاجه الصوره التي نتمنى ان تتكرر في كثير من مناحي حياتنا العامه، وبالتالي هذا مؤشر جيد. لكن هل معنى ذلك ان النجاح مطلوب؟ اتمنى ذلك وحضرتك وكل الناس يتمنى طبعا. لكن علينا ايضا ان نحن نبقى عارفين ان في صعوبات في الجدل السياسي وبعد توقف حياة سياسية لحد ما طبيعي انه يبقى فيه يعني جدل، اختلاف على رؤى، اختلاف على اولويات، مش اختلاف على الاسس، الاسس كلنا مصريون وكلنا نحب الوطن وكلنا نريد ان نتقدم. الذي يعني ما الذي سيحدث في النقاش العام داخل اللجان؟ ما فيش تصويت، فيه توافق، صح، وبالتالي هيبقى فيه محاولة للوصول الى توصيات تعبر عن هذا النقاش. التوصيات المختلفة ترفع إلى السيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يشاء وما يرى، وربما يبقى في دمج ما بين هذه التوصيات هنا أو هناك.